حصن هادي، عودة بالكرة إلى تشافي، إلى حصن هادي من جديد داخل منطقة الجزاء، خطيرة محاولة نادي السد الآن، خطيرة محاولة حصن هادي، هي 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 عن طريق حمزة يضرب بقوة الآن ويصنع الفارق ويبصم على تفوق الزعيم. هو هرول والذيب، لا من هرول، ما يهرول عبث، ما يهرول عبث، حمزة الصراج البديل. واسمع المدرج هنا في ملعب جاسم بن حمد، لمسة في غاية الرؤوف، قاعدة في المرة الأولى وقاعد الحارس في المرة الثانية، ما بين الأقدام في شباك الغرفة، تبصم على شراكة السد في صدارة جدول الترتيب.